الذي يلعبون بالالوان البيضاء الكامله على يمين الشاشه، لكن كوريا خطيره، كوريا خطيره، كوريا خطيره. منتخب لبنان اي نعم، وحضوره القوي بعد انتصار الاول، لكن خطيره 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 اللعبه الماضيه. تهديد المرمى الكوري الجنوبي، ربما قد تكون الامور غير ساره للمنتخب اللبناني. محاوله، فرصه داخل المنطقه الراسيه لمصلحه لبنان، للبنان، لبنان، لبنان. جول 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 لبنان تسجل اول الاهداف. يلعب على الجزئيات الصغيره، يلعب على الجزئيات الصغيره بهذه المواجهه، تصويبه يساريه وتشابوم كون. نعم، كره ملعوبه، محاوله خطيره، تعادل، برافو، يا سلام يا سلام. الاخضر السعودي عليه الحذر من خلال المباراة القادمة. محاولة من الناحية اليسرى، فرصة لمصلحة المنتخب الكوري، برافو مهدي، يا سلام. التعادل، لكن نأمل من دفاعات لبنان الثبات، 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 الثبات. هذا اختلف في المسابقة. نعم، فرصة حاضرة، تصويبة من مسافة بعيدة، فرصة حاضرة، انطلق سون، راح سون، يتقدم سون، سون لي في لعبة، في فرصة، نعم تايهين، نعم تايهين، نعم تايهين، وركلة جزاء، ركلة جزاء. 20 أمام مهدي خليل، سون يسجل، يسجل سون هيونغ مين. يسهل عليه اجتيازه، دخل المنتخب اللبناني الدور الثاني التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2014 في البرازيل. كرة حاضرة